أهلا مشاهدينا، واصل معكم هذا الدفق الصباحي ومباشرة إلى المستطيل الأخضر والملاعب الخضراء مع عوض العبيد الصحفي والمحل الرياضي. أهلا وسهلا يا عوض، جمعة مباركة. جمعة مباركة عليكم وعلى المشاهدين، إن شاء الله نستطيع أن نقدم لكم. نعم، نبدأ أولى الأخبار مع أزمة المدرب الجزائري آيت مع المريخ في ابتسامة كده، يبدو أنه الأزمات تتواصل على مستوى الأندية السودانية والمريخ تحديدا. وده بيرجعنا لحديث حول يعني المسائل المتعلقة بالعقودات التي تبرمها الأندية السودانية مع المدربين الأجانب أو حتى مع اللاعبين. لكن يعني دعونا نتحدث عن مشكلة المدرب الجزائري آية عبد الملك مع المريخ، اللي حتى الآن هو لم يكمل الشهر، وصدر قرار من مجلس إدارة نادي المريخ بإيقاف المدرب عن الإشراف على مباراتي الفاشر. المريخ طبعا سيخوض غدا مباراة أمام هلال الفاشر في الدوري الممتاز، مباراة مؤجلة بملعب النقع بالفاشر، وسيخوض مباراة أخرى يوم في 30 من هذا الشهر أمام المريخ الفاشر. واضح أنه نتيجة مباراة حي الوادي نيالا السابقة التي خسرها المريخ بهدف ألقت بظلال السلبة على يعني أداء المدرب الجديد، لأن في رأيي لم يعطى الفرصة كاملة للتقييم والحكم عليه، باعتبار مدرب أجنبي يحتاج إلى وقت طويل، يحتاج إلى عدد كبير من المباريات حتى يتم الحكم عليه. وأنا أرى أنه الحكم عليه من يكون عبر لجنة فنية مختصة وليس بقرار إداري. إذا صح أن هذا المدرب ليس لديه مقدوم المريخ، واضح أنه هناك كان في خطأ من مجلس الإدارة في استخدام هذا المدرب، بمعنى انه لم يتم دراسه سيرته الذاتيه بصوره متانيه وب يعني تروي قبل التعاقد معه. واقع الحال يقول ان المدرب متخصص في الجانب البدني، هو جيد جدا في الجانب البدني واللياقه البدنيه تحضير اللاعبين، وانا في رايي الحكم عليه ليس يعني كافيا من خلال مباراه او مباراتين. مجلس الاداره لديه تحفظات على هذا المدرب، يعني بخلاف انه هو لم يضيف كما يقول مجلس الاداره لم يضيف امر فني، هو مجلس اداره بيقدر انه هذا المدرب يعني صعب التعامل مع اللاعبين، وشفناه اوقف اللاعب حمزه داوود عن التدريبات لخطا يعني في التدريب، بانه يعني هو طلب انه من اللاعبين عدم اللعب بالكره، اللاعب حمزه داوود يمكن لمس الكره من غير قصد او قد يكون عن قصد، ولكن في النهايه تصرف هو من لاعب يعني تصرف يعني بشر، لاعب بشر يخطئ ويصيب. المدرب امر بطرد اللاعب من التدريبات وطالب بشطب بالكشوفات في قرار يعني صعب جدا الاداره تراه صعب، اضافه انه الاداره تتحفظ على انه المدرب صعب التعامل مع اللاعبين وهو حاد جدا في هذا الامر، بالتالي رات انه توقف عن الاشراف على المباريات وتامر عوده الخرطوم. وطبعا جاء الخرطوم امس، وصل الخرطوم من الفاشر ولن يشرف على المباراتين، المباراتين يشرف عليهم الجهاز الفني المعاون جمال ابو عنجه وحمد بريمه. المدرب زي ما انت ذكرت في الخبر يا لينا، زي ما ذكرت في الخبر انه يعني سيلجأ للفيفا. هو حتى الان لم يصدر قرار باقالته. المدرب طبعا عنده عقد مع المريخ حتى شهر مايو 2020. المريخ اذا لم اذا حاول انه يقوم ب يعني الغاء العقد من طرفه سيكون ملزم بدفع المستحقات حتى مايو 2020، لانه هو عنده مرتبات في العقد، انه في حال انه النادي خلى بالعقد من طرفه يعني يمكن ان يلجأ الى الفيفا، هو على النادي ان يدفع المنتزمات. انا لا اعتقد انه المدرب سيجأ للفيفا، لانه نادي المريخ متفهم لهذا الامر، وواضح انه قرار المريخ اللي اتخذه تجاه المدرب هو يعني بعارف مترتباته شنو، يعني في النهايه انت لغيت العقد المدرب معناه بالتالي حتكون ملزم بدفع كل مستحقاته حتى نهايه العقد. طيب، نتحدث عن القرار الذي أصدر من قبل وزيرة الشباب والرياضة، يعني تحدثت عن إيقاف الجمعيات العمومية للهيئات والاتحادات الشبابية والرياضة، نتكلم عن هذا القرار وأي جمعية يتم إنشائها سوف تكون لاغية إلى متى؟ نعم طبعا، هو قرارين، هي الوزيرة في انتوا قرار الثاني ما عندكم يا احمد، ادينا عندك القرار الاول قامت بالقاء الجمعيات العموميه لكل الهيئات يعني الرياضيه، وصدر قرار ثاني بحل المفوضيه الاتحاديه للوزاره. هو طبعا قرار الغاء الجمعيات العموميه يعني في رايي قرار فيه تدخل من يعني جهه الفيفا يعتبرها جهه طرف ثالث،
لأن الجمعيات العمومية من حقها من حق الإشراف عليها هو عند اللجنة الأولمبية واتحاد السودان كرة القدم. الحديث حول إلغاء الجمعيات العمومية معناها في تدخل من طرف ثالث، وطبعا يمكن للهيئات الرياضية الاتحاد السوداني اللجنة الأولمبية أن تقوم بتصعيد الأمر إلى اتحاد الدولي الفيفا أو اللجنة الأولمبية. ما المتوقع يعني؟ وباعتبار أنه ولكن هي استدركت، أنا في رأيي هي الوزيرة استدركت الأمر بحل المفوضية. وأيضا المفوضية طبعا تبقى للوزارة، من حق الوزيرة أن تقوم بحل المفوضية، ولكن قرار إيقاف الجمعيات العمومية للهيئات المسلطة الرياضية قرار سيحدث كثير من الجدل، وربما يعني هو صايب ولا غير صايب ولا ما هو هيحدث جدل. نعم. اعتبار انه قرار، لكن السؤال هل هو صايب؟ والله انا في رأي انا في رايي على الوزيره كانت نعم ان يعني تخضع الامر لمزيد من الدراسه مع مختصين. هي طبعا الوزيره يعني احنا لا نشك في ان هي لديها يعني من الخلفيات الكثير حول الرياضه، ولكن ينبغي ان يكون لها هيئه استشاريه من المختصين في مجال القانون الرياضي في مجال الرياضه نفسها، وهذا الامر حتى لا تدخل يعني في نزاع. طبعا صراحه يا اخواننا الرياضه في السودان لا تحتاج الى ازمات، نحن نريد ان نقفز بالرياضه. نعم. الى افاق اخرى والى نطور يعني. نعم. من مهام الوزيره انا في رايي هي ان تضع الخطط والاستراتيجيات البعيده لتطوير الرياضه، تطوير مراكز الشباب وما الى ذلك، وهي يعني عندها خبره في هذا المجال، ولكن ان تبدا بقرارات يعني ستاتي لها بمزيد من المساك. خلينا نقول انا في رايي هذا الامر يعني غير صحيح. طيب. ولكن حل المفوضيه قرار يخص الوزير انه تبع عليها، اما قرار حل الجمعيات العموميه انا في رايي هذا واضح، لكن الاشاره يجب ان تكون ما مصير الجمعيات التي يعني من خلال هذا القرار هي لاغيه، مصير هذه الجمعيات والتفاصيل بتهم الشباب يعني. انا في رايي هو الجمعيات لن يعني حتى الالغاء هذا لن يستمر، هي يعني انا اتصور انه هي تريد ان تقوم بتعيين مفوضيه جديده لهذه الشباب والرياضه، ومن ثم ستعود هذه الجمعيات الى يعني الى العمل بصوره طبيعيه. هي الان قامت بايقاف هذه الجمعيات الى حين تكوين مفوضيه جديده، بالتالي هذا الامر سيكون يعني في القريب. حتى الان في حديث حول انه هناك جمعيه لنادي التنس تم عقدها وهي الان في المراحل الختاميه. الظاهر انه قد يكون يفهم انه القرار مقصود به جمعيه التنس. هنالك حديث حول انه الوزيره تريد يعني ان تجديد للدماء في بصوره عامه، يعني طبعا شفنا عارفين ان النظام السابق تغير، واي نظام سياتي او اي وزير سياتي سيحاول ان يقوم ب إلغاء بعض يعني أو زي ما شايفين الإحفاءات الموجودة كثير جدا من المؤسسات السياسية وغيرها، فده شيء طبيعي إنه يكون هنالك يعني تجديد في الشخصيات، ودانا في رأيي هو المقصود. ولكن دعونا نقول للوزيرة أن تتأنى أن تتروى، ليس كل يعني أنا في رأيي ليس كل الذين كانوا في الهيئات السابقة هم يعني على يعني غير صالحين، يمكن أن يكون هنالك أشخاص مفيدين عيد النظر في نعم. يعني في هذه نعم. طيب من الاخبار ايضا تاجيل مباراه الامل والاهلي عطبره في الممتاز. نعم طبعا الامل والاهلي عطبره هو ديربي المدينه. الامل والاهلي مباراه صعبه جدا، مباراه قويه، ويعني هي بين فريقين من مدينه واحده، مدينه وان كان فيها فريق ثالث هو الفلاح عطبره. طبعا الامل موجود في مدينه المورده في عطبره. الاهلي ايضا فريق صعد دوري ممتاز وعاد وهو يطمح ان يكون من الفرق يعني المتميزه في هذه المنافسه. طبعا الاهلي عطبره ادى مباراه في كادوغلي، سبب التاجيل ليوم واحد انه الاهلي عطبره كان ينبغي ان يسافر الى يؤدي مباراته في كادوغلي. اثناء المباراه هطلت امطار سببت في ايقاف المباراه، اكملت في اليوم الثاني، بالتالي هناك تاخير ليوم. الاتحاد العام او لجنه البرمجه تاخذ قرار صحيح، لانه الاهلي عطبره يمكن وصل الخرطوم امس وغادر الى عطبره، يعني صعب جدا ان تقام المباراه في ذلك التوقيت. طيب في جزئيه اخيره من اخبار الرياضه، الزمالك يعني يصعد لدوري المجموعات من دوري ابطال افريقيا. نعم طبعا الزمالك كان هنالك يعني جدل حول هذا الامر، ولكن في النهايه الاتحاد الافريقي اضافوا لمجموعات دوري ابطال افريقيا بعد احداث في المباراه السابقة. وطبعا الزمالك من الفرق يعني المصنفة في التصنيف الثاني. هو طبعا القرعة أوقعته في مجموعة ثانية،
وليس في مجموعة الهلال طبعا، الهلال في مجموعته فيها الأهلي المصري وفيها النجم الساحلي التونسي. صحيح. الزمالك الآن أصبح مكمل للمجموعة، يعني كان الاتحاد الأفريقي أو لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي اعتمدت واحد من الفريقين، وفي النهاية الآن تم إعلان الزمالك وهو حيكون احد الفرق الاربعه اللي من بعد دوري الابطال. احنا شاكرين لك كثير جدا عوض العبيد المحلل الرياضي والصحفي على هذه المساحه التحليليه لاهم الاخبار الرياضيه لليوم. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. شكرا.